مباشرة للمقاصة وفؤاد سلامة يلعبها في جمل حلوة قوي يا جماعة. طارق عاملها في جمل حلوة قوي وطارق عاملها ومصفر ايه بقى حمدي شعبان. هنشوف مصفر ايه، مصفر ضرب الجزاء. هنشوف ايه حكايتها دلوقتي، ضرب الجزاء على سهوة، وهنشوف ايه الحكاية. هل حد لمس حد؟ كابو تريكا بيقول له ده يا عم ده احنا الشيوخ زي بعض، ايه الحكايه يا اخي؟ على طول تروح الكوره. هنشوف ايه الحكايه. الصراحه الراجل واقع لوحده، الصراحه يعني انا بذيع في قناه الاهلي. بص الراجل واقع لوحده، بص اهو الراجل واقع لوحده، وبعدين اكلها وشربها حمدي شعبان في كوره غريبه جدا. حتى لو هو سند عليه احمد السيد التاني لبسه ضرب الجزاء اهو. بصوا اهو بالزاويه دي نشوف حاجه تانيه. ضرب جزاء للنادي الاهلي وفؤاد سلامه ويحطها حلوه قوي فؤاد سلامه عشان يتقدم المقصه في الدقيقه 30 بهدف لفؤاد سلامه. في الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول من ضرب الجزاء تتقدم المقصه بهدف في الدقيقه 30. لعبه حلوه قوي قوي في على يمين اكرامي فؤاد سلامه لعبها حلو قوي بعد ما اتحرك اكرامي وحطها على شماله وضحك هاني سعيد على الحكم وعلى احمد السيد واخذ ضرب الجزاء احرز منها المقصه الهدف الاول في المباراه. على العشر ياردات تتلعب ضربه حلوه قوي قوي قوي، دخلت ولا ما دخلتش؟ مصفر 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 حمدي شعبان ان الكوره تخطت خط المرمى. هنشوفها مع بعض وهنشوف مين اللي لعبها. اللي لعبها وليد سليمان. وهنشوف اهو الاثنين مرابين مع بعض اهو، بقول له ماشي صح. هنشوف الكوره اتلعبت، الكوره وخطا من مصطفى كمان، وتنزل الكوره وتنزل وتعدي تعدي تعدي. وائل جمعه، وائل جمعه عداها، وائل جمعه عداها. مصطفى كمال غلط غلط. ادي وائل جمعه الراجل اول مره اشوف جنب الظهر، جنب الظهر. فاكرين فلافيو لما جاب جنب القفا برضه؟ بركات سيد معوض للكروس العرضي، سيد معوض عرضيه خطيره الاهلي، جول تاني ممتاز على يا سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي يا جدو يا جدو يا جدو. الله عليك يا احلى جدو، الله عليك يا احلى جدو. ظهر هلال الاهلي عن طريق ليس عمه انما جده، جده 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 يصنع الفارق. ممتاز هنا الجمهور الاهلاوي، الجمهور اللي كان حزين منذ بدايه الانطلاقه على شاب من شباب الالتراس هو من يفرح الان ويسعد الان. اذا تنتهي الاحزان ويبدا الافراح عن طريق جده بهدف جميل عكس الجول كيبر. ممتاز حكم اللقاء حمدي شعبان، انما اشوف العرضيه ايده ورجله ممتازه ورقصيه جده اللاعب اللي بقول لحضراتكم عليه افضل تبديل في 2010 مع الفنان حسن شحاته، هو يكون افضل تبديل واحلى تغيير بالنسبه للعبقري ايمانويل جوزيه. اذا الاهلي يقنع ويبدع وباداء الاهلي الرفيع المستوى في الشوط الثاني اللي افضل